يمكن لو قارنا ما بين نتائج النادي الاهلي ونادي النجوم، النادي الاهلي طبعا لعب 28 مباراه، كسب 20 مباراه، اتعادل 4 خسر 4. نادي النجوم لعب 30 مباراه فاز 5 بس، اتعادل 10 وخسر 15. تمام. النقاط قدامنا على الشاشه، النقاط بتاعه النادي الاهلي 64 نقطه، نقاط نادي النجوم 25 نقطه. النادي الاهلي احرز 46 هدف، طبعا رقم كبير، بمعدل 1.6 في المباراه الواحده. نادي النجوم مسجل 28 هدف بمعدل 9.10، يعني حوالي هدف واحد في المباراه الواحده. استقبلت شباك النادي الاهلي 18 هدف، الشباك النظيفه للنادي الاهلي 15 مره في 28 مباراه، يعني حوالي بتقرب من النص. لكن النجوم استقبلت الشباك الاهداف 39 هدف، النجوم خرج شباكه نظيفه 7 مباريات بس، ودي طبعا نسبه قليله بتاكد ان هم يعني على المستوى الدفاعي عندهم مشاكل دفاعيه كتير، وعلى المستوى الهجومي هم مش بالقوه الكبيره. يمكن عشان يعني ندرس فريق النجوم النهارده، يمكن احنا كل مباراه كنا بنتكلم مثلا لما اتكلمنا على النادي المصري وقلنا فكر كابتن ايهاب جلال نادي طالع الجيش. خلينا نروح على طول للكابتن رمضان السيد، مسك قبل كده بتروجيت ولعب النادي الاهلي، لعب ضد النادي الاهلي، مسك قبل كده الرجاء، الرجاء ولعب ضد النادي الاهلي. كيفيه اداره الكابتن رمضان السيد لمبارياته امام النادي الاهلي؟ بالفعل احنا لازم يعني لازم انت تشوف بقى فكر الراجل كابتن رمضان السيد ده لما بيلعب النادي الاهلي بيلعب بتكتيك عامل ازاي بالظبط. ده عشان يعني لان هو ملوش مباريات قبل كده مع النجوم، ودي اول مباراه هيلعب فيها النادي الاهلي، فانت تشوف فكره.